إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فكما حدث بعد غزوة أحد أن فارت المدينة بالنفاق، فارت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فهذا ما يحدث في هذه الأيام في ذلك المجتمع الذي نعيش فيه الآن. فار المجتمع بأقوال المنافقين في هذه الأيام، لا نستفيق من طعنة إلا على الطعنة التي تليها في رمضان وقبل العيد، حينما ضرب اليهود غزة، حينما بدأ اليهود في ضرب غزة، وفي اللحظة اللي كان شبابنا ودم قلب الأمة فيها هاجروا وتاركوا لصلاة التراويح في المسجد وهم أمام الشاشات يتابعون نهائي كأس العالم، كان 165 قتيل في غزة في هذه اللحظة، وما مضت أيام وكنا نصلي العيد وكان عدد القتلى تجاوز 1000 قتيل من إخواننا في غزة، وكان ربع هؤلاء القتلى من الأطفال، وما أتى العيد وما انتهى رمضان وما انتهت 30 ليلة من القيام و30 يوما من الصيام، أعظم أطول موسم عبادة في السنة كلها، حتى رأينا ليلة العيد فجأة الأمة اتغيرت، فجأة الأمة زي حد سلخ جلده وبقى جلد تاني أو بقى شكل تاني، فجأة وجدنا الخمور في الشوارع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فجأة وجدنا المخدرات في الشوارع، فجأة وجدنا الزنا والعياذ بالله. نص الذين يزنون في هذه الأمة أول مرة زنوا في حياتهم ليلة العيد، نص الذين يشربون الخمور، لا أقول السجائر، ولا نصف الذين يشربون الخمور في هذه الأمة شربوها أول مرة في حياتهم ليلة العيد، نصف الذين يشربون المخدرات في هذه الأمة أول مرة شربوها في حياتهم ليلة العيد، فما استفقنا من طعنة اليهود في رمضان إلا على طعنة إبليس في ليلة العيد، ثم خرجنا من العيد على طعنات العلمانيين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجرأ بعضهم وقال أن آيات الحجاب جهارا هكذا في القنوات التي يتفرج عليها المسلمون جهارا، حتى قال أن آية الحجاب ما نزلت إلا بسبب حالات التحرش الجنسي التي كانت في المدينة المنورة، يقذف عرض الصحابيات ويقذف عرض الصحابة في تلفزيونات لا يتفرج عليها إلا المسلمون، والناس قاعدة بتتفرج يذكرونك بحادثة الإفك لما الرأي العام مشي وراء إعلام المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يتفتت كبده، على إن يعني كثير من الناس بقوا بياخدوا أقوال المنافقين وينقلوها، وإن كانت هذه الأقوال في المؤمنين والمؤمنات، وإن كانت هذه الأقوال في أعراض المؤمنين والمؤمنات، سبحان الله العظيم، سبحان الله. ويعني ظهر علينا من قال يعني أن لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر، فيش حاجة اسمها عذاب القبر،
طيب وما فيش حاجة اسمها نعيم القبر، ما بيقولش كلمة نعيم ليه؟ هو عايز يجيب كلمة عذاب. ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. طب عايزين توصلوا لإيه؟ ثم عذاب القبر فين؟ احنا لا سامعين حاجة ولا شايفين حاجة. فين الدليل عليه؟ احنا مش شايفين حاجة ولا سامعينها. ثم هو في عذاب من غير حساب؟ مش الحساب يوم القيامة؟ هو في حساب في القبر؟ ما فيش حساب في القبر. يتكلمون بجاه، يبقى اذا ما فيش عذاب في القبر. بدل ما فيش حساب يبقى ما فيش عذاب. وتطعن عقائد الأمة ويطعن المسلمون في عقائدهم. أنا عايز أعرف يا إخواني في الله، اللي نفسه يبقى مع الصحابة في الجنة إزاي يحلم إنه يبقى مع الصحابة في الجنة وهم يسبون وهو لا يتحرك؟ وبعد كده يعني ذلك المجرم وهو يتحدث عن التحرش الجنسي في المدينة يقول لك شوف بقى سيدنا عمر وهو ماشي فوجد السيدة سودة. سودة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم. وكان سيدنا عمر شديد الغيرة، يعني رضي الله عنه شديد الغيرة، فوجد السيدة سودة كان لسه حكم الحجاب وتغطية الوجه لم ينزل، فالسيدة سودة لسه بوجهها، فقال لها عرفتك يا سودة. سيدنا عمر غضبان وكان يتمنى أن ينزل حكم الحجاب وتغطي النساء وجوههن. فهو قصده ايه؟ مش فاهم. قال سيدنا عمر يغار على المسلمات، ايه اللي في ده؟ هو قصده ايه من ده؟ هو بيتكلم على مين؟ هو قصده ايه؟ لما واحد يقول لك تحرش جنسي ويقول لك سيدنا عمر ورأى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها عرفتك يا سودة، وهو غضبان وهو يتألم وهو يريد ألا يتعرض المنافقون للمؤمنات، وهو يريد ألا يعرف المنافقون أشخاص المؤمنات حتى لا يؤذونهن بأي أذى ولا يتعرضون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هما بيقولوا ايه؟ هما بيتكلموا في مين؟ هما بيتكلموا عن أعراض مين؟ مين بقى اللي مننا يجي يقول أنا عايز أبقى مع الصحابة في الجنة أو أبقى مع أبو بكر وعمر في الجنة وهم يسبون وهو ساكت؟ إزاي؟ يعني أنا عرفت إن ثلاثة بيشتموا فيا وإنت كنت واقف وسكت على هذا الكلام، وبعد كده انت جاي تكلمني والله ما احط لساني على لسانك ولا هبص لك اصلا، بقى انت شفتني بتشتم وتسكت. انت يوم القيامة حينما تلقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اتمنى ان اكون معكم في الجنة، مع مين؟ اذا كنت انت سمعتنا بنسب وسكت، اذا كنا احنا بعد ما بقينا السبب في اسلامك انت سمعتنا بنشتم ونتهم في اعراضنا وسكت، كيف تقول بعد هذا اريد ان اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ اذا كنت انت شفت سنتي بتحارب وسكت، اذا كنت انت شفت ديني بيطعن وسكت، اذا كنت انت شفت دين الله بيحارب وسكت. اخواني واحبابي في الله، هذه الطعنات المتوالية التي تكل دين الله والتي تكل الإسلام لن تضعف الإسلام ولن تهن الإسلام، ولكنها سب في وجوهنا أن يتعرض دين الله لهذه الحرب في الإعلام الذي من المفترض أن الذين يتكلمون فيه مسلمون والذين يستمعون إليه مسلمون وهو في مجتمع مسلم، ثم نزعم أننا نريد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأننا نريد أن نكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ عايزين إيه؟ بينكروا نعيم وعذاب القبر ليه؟ بينكروا حياة القبور ليه؟ وقد أثبتها الله في كتابه، وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث من السنة، بينكروها ليه؟ عايزين من الناس ايه؟ عايزين يقولوا للناس اعملوا ما تشاءون ليه؟ قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني الواحد استبشر حينما تجرأوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما تجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما تجرأوا على ثوابت العقيدة الإسلامية. الواحد استبشر بكلمة ابن تيمية حينما روى أنهم حينما كانوا يحاصرون أرضا من أرض الكفار فيسب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم فيستبشرون أن الله سيفتح للمسلمين وسيهدم على هؤلاء الكافرين الضالين، مدام الموضوع وصلوا من الجرأة ان هم بيشتموا بقى في السنة، بيشتموا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عيني عينك كده،
يعني فليستبشر كل من يريد أن يشفي الله صدور قوم مؤمنين، فليستبشر كل من يتشوق إلى نصر الدين الله سبحانه وتعالى بأن هذه نهايتهم، وأن الذي سيرد عليهم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي سيتولى خذلانهم هو الله سبحانه وتعالى. عذاب ونعيم القبر قضية يعني كل شوية العلمانيين يتكلموا فيها ويقول لك ايه الدليل على عذاب ونعيم القبر. سبحان الله، يعني كان نفسي اخواننا في ادارة المسجد كده يجيبوا لنا الريموت بتاع التكييف ده اهو، ونضغط ضغطة كده تلاقي التكييف قفل، نضغط ضغطة تلاقي التكييف فتح. هو في حاجة طلعت وفتحت وقفلت؟ هي فين؟ احنا مش شايفين حاجة. ما انت شايف حاجة، ومين قالك انك انت عينك بتشوف كل حاجة؟ ومين قالك ان انت عينك بتجيب كل حاجة؟ ولو جبنا مؤشر راديو الوقت وفتحناه على القرآن وقلبناه على إذاعة الشباب والرياضة وقلبناه على إذاعة تانية خالص بيتكلموا عن برنامج عادي، الأصوات دي كلها كانت فين؟ ومين قالك ان انت ودانك بتجيب كل حاجة؟ ومين قالك ان انت سمعك وبصرك جايبين الدنيا كلها؟ ان الله قد خلق سمعك محدودا وخلق بصرك محدودا، ولو سمعت كل ما حولك لجننت، ولو رأيت كل شيء لجننت. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ومين قالك ان انت تقدر تجيب بعينك دي كل حاجة؟ الانسان. عشان كده اول صفة للمؤمنين في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. اما نعيم وعذاب القبر، وليس كما يقولون عذاب القبر بس، هم عايزين يقولوا ان الدين ما فيش فيه غير عذاب، يعني ان دول ما عندهمش غير كلمة عذاب، ولكن حديث الإسلام عن نعيم القبر أخطر من الحديث عن عذاب القبر وأكبر من الحديث عن عذاب القبر. يعني مسألة نعيم وعذاب القبر هل هناك أدلة عليه؟ في أدلة على نعيم وعذاب القبر، الأدلة من القرآن. اسمع معي حتى إذا ناقشك أحد تبقى أنت عارف قال الله وقال الرسول. المنافقين دايماً بيحبوا الكلام اللي هو كلمني بلساني ولسانك، انما قال الله وقال الرسول بيترعبوا منها. لذا قال تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة. هم مرعوبين من كلمة قال الله وقال الرسول، ما يحبوش انها تدخل في الكلام، ما يحبوش انك انت يقولك لا اكلمني بعقل وعقلك، لا هكلمك بقال الله وقال الرسول. قال تعالى الدليل الاول على حياة القبور، الدليل الاول في القرآن الكريم، قال تعالى النار يعرضون عليها، آية رقم 46 في سورة غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اسمع، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن يوم تقوم الساعة ده في عذاب، أمال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فين؟ في القبور. يعرض عليهم، يعرضون على النار مرة في أول اليوم ومرة في آخر اليوم، كأن النار مغلولة. يعني الواحد لما سمع هذه الأقوال الإجرامية لأول مرة يحس بقول الله، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فعلا الواحد حس بالغل اللي جهنم فيه، تكاد تميز من الغيظ وهي تتفتت من الغيظ على هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا على حرمات هذا الدين. النار يعرضون عليها، مش تعرض عليهم، يعرضون عليها، يعني جهنم في غاية الغيظ منهم. فكأن الله يري جهنم إياهم، يوريهم لجهنم حتى لا تأي، حتى لا يأكل بعضها بعضا. هيجوا في يوم من الأيام ويترموا فيكي، لا تتميزي من الغيظ. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. غدوا وعشية ازاي؟ يعني النهاردة بالنهار شوفوا دي الزنزانة اللي انت هتترمى فيها، بالليل شوف ده الزقوم اللي هتاكل منه، تاني يوم بالنهار شوف ده الغسلين اللي انت هتشرب منه، تاني يوم بالليل شوف ده قاع جهنم اللي انت هتسكن فيه، النهار شوف دي مقامع الحديد اللي هتضرب بيها، تالت يوم بالليل شوف ده شفير جهنم اللي هتترمي من عليه. وهكذا تتجدد مشاهد العذاب غدوا وعشية. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل لا مراء فيه ولا جدال فيه ولا يستطيع أحد أن يماري فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر عذابهم في القبر، وبعد كده يوم القيامة من الدار للنار بقى، لا هيقفوا في أرض محشر ولا ميزان ولا صراط، على جهنم على طول والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الدليل الثاني في سورة الواقعة، قال سبحانه وتعالى وهو يصف مشهد خروج الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم قال فأما إن كان من المقربين ففورا فروح وريحان وجنة نعيم، يبقى ينعم بنعيم الجنة فور الموت. فهذا دليل على حياة ما بعد الموت، على حياة القبور. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين ففورا فورا فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، ان بعد ما الانسان يموت بيبدأ الحساب فورا وبيبدأ النعيم والعذاب فورا. ان هذا لهو حق اليقين. وتنتهي سورة الواقعة في اول ليلة في القبر، تنتهي سورة الواقعة مع اول ليلة في القبر عند المقربين وعند اصحاب اليمين وعند المكذبين الضالين. روح وريحان فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، ده مسألة يقينية عند المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى. وهذا هو الدليل الثالث في سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيه في الآخرة؟ في امتحان القبر، في أول ليلة في القبر التي قال الله عنها في آخر آية نزلت من كتاب الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي أن يوم الرجوع إلى الله، أي أن يوم الموت فيه من الأحداث ما يجب أن يتقيها الإنسان. يعني أو يوم الرجوع لربنا ده مش الواحد بيموت وينام كده ويصحى يوم القيامة، بل هناك أحداث في القبور، بل إن الذي يحدث تحت التراب أخطر من الذي يحدث فوق التراب، بل إن النعيم الذي تحت الأرض أعظم من أي نعيم فوق الأرض، وإن العذاب الذي يعذب به الضالون تحت الأرض أعظم من أي عذاب فوق الأرض والعياذ بالله، وإن ما يحدث تحت الأرض أخطر مما يحدث فوق الأرض. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما، اليوم ده لو كان نوم بس، لو كان الواحد بلا عذاب وبلا نعيم كان ربنا قال خافوا من اليوم ده ليه؟ كان ربنا قال اعملوا حساب اليوم ده ليه؟ لولا انه من نام من مات قامت قيامته. فاما يبدأ النعيم واما يبدأ العذاب والعياذ بالله. الدليل الثالث، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة عند سؤال الملكين في القبر، لما يجي الملكين ويسألوا الواحد في القبر، لأن أخوانا في القبر انت مش بتبقى عارف الملكين دول مين، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فيجلسانه الملكين، الملكان بيجلسوا البني آدم، فيجلس مرعوبا خائفا فيقولان له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ كان في واحد كده الناس في البلد اللي انت عايش فيها مؤمنين به، ها مين ده؟ انت رأيك في ايه؟ الملكين ما بيقولولوش احنا من عند ربنا اللي بعت محمد عليه الصلاة والسلام، هو مش عارف الملكين دول تبع مين اصلا. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم، الرجل اللي كان الناس في البلد اللي انت فيها بيؤمنوا به، الرجل ده انت قولك في ايه؟ شوف السؤال، شوفوا صيغة السؤال. حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واول الحديث اصله في البخاري، في صحيح البخاري، بيقولوله الرجل ده انت رأيك في ايه؟ يعني هو مش عارف هم تبعه ولا مش تبعه اصلا، عشان كده يقول لهم اي رجل؟ مش عارف مين؟ فيقولون له محمد. انت مش كنت في بلد اسلامية،
وكانوا مؤمنين بواحد اسمه محمد. محمد انت رأيك في محمد ايه؟ حتى لا يقولون عليه الصلاة والسلام، لان هم اصلا لا يظهروا له انهم يؤمنون به عليه الصلاة والسلام. ده امتحان، هو ما هوش عارف اصلا دول تبع انهي دين ولا تبع انهي حاجة. ان لم يكن موقنا ما هوش عارف دول تبع مين. فيقولون له محمد، فيقول لا ادري ما اعرفش، خايف خايف، هو مش عارف يجاوب اصلا. لا ادري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. الناس كانوا بيقولوا عليه الصلاة والسلام، كنت بقول عليه الصلاة والسلام، انما انا ما اعرفش، انا ما اعرفش هو بجد ولا مش بجد. انسان عاش على الشك ومات على الشك والعياذ بالله، فيقول لا ادري، سمعت الناس قالوا قوله فقلت كما قال الناس، فيقولون على ذلك عشت وعليه مت، على الشك وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو كنت أطعت الله، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني المعيشة الضنك، النبي عليه الصلاة والسلام فسرها في هذا الحديث الصحيح بالمعيشة الضنك جوه القبر والعياذ بالله. فهذا من الأدلة أو الدليل الرابع على عذاب القبر أو نعيم عذاب القبر في القرآن. يعني إذن يا إخواني في الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إن 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 ساعتها ده امتحان محتاج تثبيت، امتحان. عشان كده اللي بيقولك ربنا هيحاسب هيعذب ناس ازاي وهو لسه ما حاسبهمش، ومين قالك ان القبر ما فيهوش حساب؟ ومن قال لك ان القبر لا يبدأ فيه الحساب ولا يبتدأ فيه الحساب، بل يطول فيه الحساب ويطول فيه السؤال عن كل ما مر بالعبد. الدليل السادس في قول الله سبحانه وتعالى، أو الدليل الخامس في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني إيه؟ يعني الناس طالعة من تحت التراب متعلمة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فالملائكة تاخدهم على طول لأنها عرفتهم منين، من سيماهم. يعني إيه السيما يا جماعة؟ السيما جاية لغة من الوسم. يعني إيه الوسم؟ الوسم ده زمان هو كي بالنار. زمان لما كان الناس ساكنة في خيام جنب بعض في البادية، فكل واحد عنده بقرتين، عنده جمالين، فعايزين يعلموا المواشي بتاعتهم من بعض، فكل واحد يكوي البهائم بتاعته في مكان يعلمه عن مكان الاخر. فده اللي مكوية في ودنها اليمين بتاعت فلان، واللي مكوية في ودنها الشمال بتاعت فلان، واللي مكوية في رجلها اليمين بتاعت فلان، واللي مكوية في ركبتها الشمال بتاعت فلان، واللي مكوية في اول ذيلها بتاعت فلان، يبقى متعلمة. فالوسم هو الكي بالنار، وهي علامة كانوا يعلمون بها البهائم التي يملكونها لكي يعرف كل واحد يملك ايه عن التاني. يعرف المجرمون بسيماهم يخرجون من تحت التراب، وقد وسموا بالعذاب والعياذ بالله، وقد ظهرت عليهم علامات العذاب والعياذ بالله، فتعرفهم الملائكة ويتميزون لدى الملائكة، وتأخذهم الملائكة مما ظهر عليهم من علامات عذاب القبر، مما ظهر عليهم مما كان تحت التراب. قال تعالى في الدليل السادس على حياة القبور من القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أثبت القرآن هنا حياة ثالثة غير الحياة الدنيا وحياة الآخرة، وهي الحياة البرزخية، نوع ثالث من الحياة، وهو الحياة البرزخية. إيه الحياة البرزخية ديت؟ ده عالم البرزخ الذي يعيش فيه الأموات، الذي يعيش فيه الأموات، فلا يستطيعون أن يصعدوا إلى الآخرة ولا أن يرجعوا إلى الدنيا. عشان كده المفسرين هنا قالوا
يعني إنها كلمة وقائلها، قال لك يعني يفضل طول ما هو في القبر إلى يوم القيامة يقول رب ارجعون رب ارجعون، ويظل يتوسل ويستغيث بالله أن يرجعه الله إلى الدنيا. يعني واحد عايش يا جماعة، يعني واحد عايش، يعني واحد تحت التراب عايش، يعني واحد تحت التراب يتوسل ويستغيث. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إيه البرزخ ده؟ يعني في العلم الدنيوي إيه هو البرزخ ده؟ قالك إن لما يجي بحر يتقابل مع بحر تاني، فبيبقى ما بينهم حتة مائية كده صفاتها لا هي صفات البحر ده ولا صفات البحر ده. قالك الحتة دي بيعيش فيها سمك، السمك ده لا هو ينفع يعيش هنا ولا ينفع يعيش هنا، ولو ترك هذا البرزخ ودخل البحر ده يموت، ولو ترك هذا البرزخ ودخل البحر ده يموت. قال لك الحته دي اسمها البرزخ، اللي هي لا دي ولا دي، وفيها حياه مخصوصه بها، هي لها خصائص تتعلق بها، فهذا هو برزخ حياه القبور. ان نوع ثالث من الحياه لا ينفع يطلعوا الاخره ولا ينفع يرجعوا الدنيا. فهذا من الأدلة على حياة القبور، الحياة البرزخية. الدليل السابع في قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مش حتى دفنتم في المقابر، حتى زرتم. الزيارة ديت واحد حي بيزور واحد حي، الزيارة ديت واحد داخل على ناس وفي أحداث بتحصل فيها، فهي حياة وليست مجرد جثة وضعت تحت التراب وانتهى الأمر، وليست مجرد جثة وضعت تحت التراب وانتهى الأمر. وزي ما قلت لكم، هو أنت كل حاجة حواليك شايفها؟ هو أنت شايف الكهرباء التي لو انقطعت عنا الآن لانقطع كل شيء ولا أطفئ كل شيء؟ هو أنت شايفها؟ هو أنت شايف إيه؟ هو ما كثير من الأشياء نتعامل معها ونحن لا نراها ولا نسمعها، ولكن نتعامل مع أثرها. هو أنت شايف الجاذبية الأرضية؟ هو أنت شايف الريموت الوقتي اللي طلع منه قفل التكييف ولا فتحه؟ هو أنت شايف الوقتي إيه؟ إزاي فتحنا راديو وسمعنا صوت واحد إحنا ما كنا سامعين منه حاجة؟ أذنك لا تختر في نفسك، ربنا خلقك كده بإمكانياتك المحدودة ديت عشان يتعبدك بالإيمان بالغيب، ليعلم الله الموقنين من الشاكين. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن عذاب القبر تسمعه البهائم، أن عذاب القبر تسمعه البهائم. حينما دخل حائطا لبني النجار فسمع صوت عذاب القبور لبعض من ماتوا على الشرك، وكانت أم مبشر رضي الله عنها في ذلك الحائط وقتها، فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقالت يا رسول الله، وهل يعذب الناس في قبورهم؟ فقال عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم. ولكن انت ربنا ما ادكش هذه الإمكانية الآن إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الدليل الثامن على حياة القبور من القرآن، قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يعني يصدر الناس؟ قالك لا يمكن يجي في اللغة لفظ صدر إلا لما يكون قبله لفظ ورد. يعني ايه؟ يعني ابو طلحة لما دخل بيته حط راسه على رجل مراته ام سليم رضي الله عنهم وقعد يعيط، قالت له ما يبكيك؟ قال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية، فاخبرنا ربنا ان واردون ولم يخبرنا ان صادرون. يعني ايه ورد وصدر؟ يعني الابل لما يروحوا يشربوا من النبع يقولك وردت النبع، طب شربت ورجع يقولك صدرت عنه. فلما ربنا يقولك يومئذ يصدر الناس، يبقى معناها ان الناس تحت التراب كانت وردت على حاجة ويوم القيامة بتصدر عنها، يبقى معناها ان الناس كانت تتجرع من كأس تحت التراب، اما كأس نعيم واما كأس عذاب، ثم تصدر عنه لترد الدار الاخرة، لترد يوم القيامة. فهذا من الادلة على حياة القبور. الأدلة كثيرة وأقوال العلماء في الآيات التي تتحدث عن حياة القبور كثيرة. بينكروا ليه؟ بينكروا ما بعد الموت ليه؟ بينكروا حياة القبور ليه؟ عايزين ايه؟
يعني هم شايفين الناس خايفة من ربنا قوي 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 قوي، فبيقولك يا عم ما تخافش، ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. هم شايفين، أم يريدون أن تشيع الفاحشة في الناس، أم يريدون أن يتجرأ الناس. هم شايفين، مش شايفين المخدرات وهي منتشرة في المجتمع، مش شايفين المواقع القذرة وقد تجاوزت النصف مليون، وفي يعني بعض الأعداد الأخيرة، بعض التعدادات الأخيرة إنها تجاوزت الملايين. هم مش شايفين عدم غض البصر عند الشباب، هم مش شايفين الشهوات التي تغلي في المجتمع. هم عايزين إيه؟ هم عايزين يقولوا للناس يا عم ما تخافوش، اعمل اللي انت عايزه، اعصي كما تشاء، انطلق وراء شهواتك كما تشاء. سبحان الله العظيم، الأدلة على حياة القبور من السنة لا تحصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، حديث اللي هقولها لكم الوقت ديت، ما بين مسلم وما بين البخاري وما بين مسند أحمد وما بين أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل كل صلاة ما بيسلمش من صلاة إلا ويتعوذ بالله من عذاب القبر، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. حتى أن بعض المحدثين كالشيخ الألباني، من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من عذاب القبر قبل التسليم من الصلاة، اعتبره واجبا من واجبات الصلاة، لا تصح الصلاة ولا طلب إلا بأن يفعل، لدرجة أن بعض المحدثين اعتبر أن هذا أمر لازم واجب على المصلي أن يفعله قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسلم من صلاة إلا بعد أن يتعوذ من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني واحد لسانه خلاه يعذب في قبره، وواحد تاني استهتاره بالطهارة، فما بالك اللي مستهتر بالصلاة بقى؟ إذا كان اللي مستهتر بالطهارة بيتعذب، أمال اللي مستهتر بالصلاة التي يتطهر لأجلها يبقى يعذب قد إيه والعياذ بالله؟ إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليزاد في عذابه ببكاء أهله عليه، ليزاد في عذابه ببكاء أهله عليه، أي في القبور، أي في القبر. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: إنه أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق، فانطلقت فإذا برجل مضطجع. واحد، خد بالك، كل اللي النبي هيشوفه ده عذاب القبور، كل اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيشوفه ده أحوال العصاة في القبور، والحديث في صحيح البخاري، وهذا العذاب إلى يوم القيامة. يعني في ناس بتعذب في قبورها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فنسأل الله أن نكون من أهل نعيم القبور. فقال انطلق فإذا برجل مضطجع، واحد نايم كده، وإذا بآخر قائم على رأسه بصخرة يقذفه بها، يقذف رأسه بها، يرمي الصخرة دي على دماغه فيسلغ رأسه، يسلغ رأسه يعني يفرمها، يعني يفتت رأسه، فيتهدهد الحجر. ها هنا الحجر يطلع يجري كده، فيقوم راح جاب الحجر، عما يرجع يكون رأسه رجعت سليمة تاني، فيقوم رامي رأسه بالحجر تاني فيسلغ رأسه. ما هذان؟ سبحان الله، ما هذان؟ قالوا له في آخر الحديث، قالوا له: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. ما كانش بيحب، ما كان تقول له تعالى نحفظ قرآن، اقرأ قرآن، اسمع أوامر القرآن، يرفض وينام عن الصلاة المكتوبة. ساعة الأذان بيدن مش بيترك الصلاة، يقوم حاطط المخدة على راسه ويقول لك أنا راسي تقلانة. طب شوف الراس اللي تقلت عن الصلاة ده هيحصل إيه في القبور. فهذا عذاب القبور لمن ينام عن الصلاة المكتوبة. ثم إذا برجل معه كلوب، واحد معاه حاجة زي المقص كده، وإذا برجل برضو مضطجع، واحد تاني، فيمسك الكلوب
فيشرشر فمه إلى قفاه، يقعد يقطع ما بين بقه لحد قفاه، ثم من منخره ما بين مناخيره لحد قفاه، ثم من عينه إلى قفاه، يقعد يقطع في وشه في الناحية اليمين، ثم ينتقل إلى الناحية الأخرى، فيشرشر فمه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، عينه إلى قفاه، فلا يعود إلى الناحية الأولى إلا بعد أن تكون قد التأمت. فقلت سبحان الله ما هذان؟ ففسروا له الأمر في آخر الحديث أنه الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، زي واحد كده في برنامج إعلامي يقول كذبة يفتري فرية على حد الناس كلها تصدقها والناس كلها تسمع الكلام بتاعه، واحد في جورنال يكذب كذبة على حد الناس كلها تتنقل الأخبار، فهذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة. ثم مررنا على شيء مثل التنور، حاجة زي الفرن، وإذا فيه رجال ونساء عراه ويأتيهم اللهب من أسفل منهم، النار بتولع من الأرض كده، فإذا أتى اللهب ضوضوا، إذا أتى اللهب ضوضوا يحصل ضوضاء وجلبة ورعب وفزع ويطلعوا يجروا من هذه النار، ولكن أين يذهبون؟ فإنهم في تنور، ده دول في فرن. فقلت سبحان الله ما هذان؟ فقال إنهم الزنا والزواني، الزاني والزانية اللي عاشوا على الزنا وماتوا على الزنا، يبقى القبر بتاعهم فرن إلى يوم القيامة، والعياذ بالله يعذبوا في فرن إلى يوم القيامة. ثم رأيت رجلا جالسا على شاطئ، على شاطئ زي شاطئ مية كده أو شاطئ نيل أو شاطئ بحر، وبجانبه حجارة كثيرة، جمع حجارة كثيرة، ورجل يسبح في النهر، يقعد يسبح ويقعد بقى يغمق، وبعد كده يقوم راجع فتح له بقه، يقوم حدف له حجر في بقه يلقمه الحجر، يقوم التاني ماشي يقعد يسبح وبعد كده يرجع تاني يفتح له بقه فيلقمه الحجر. وايه ده؟ ده واحد بيعذب في القبر عذاب الجوع، عذاب الجوع، واحد هيموت من الجوع. فروح بقى ادور على حاجة، يروح يدور مش لاقي، هيموت من الجوع، فيضطر يرجع للي على شاطئ النهر، وهو اللي يفتح له بقه هيموت، فالتاني يقوم حدف له حجر في بقه، ملكش غير هذا الطعام، فيغص به حلقه ويتألم به جسده، فيقوم رايح يغيب تاني يقعد يدور على حاجة يأكل، هيروح فين؟ هيرجع غصب عن عينه، هيروح فين؟ يرجع تاني يفتح بقه كأنه ينتظر لعله يرحمه ويقذف له شيئا يأكله، يقوم حدف حجر تاني في بقه. فقلت سبحان الله ما هذان؟ فقال إنه آكل الربا اللي كان عايش على فوائد البنوك الربوية، اللي كان عايش على الربا، اللي كان بيسلف الناس بالربا، اللي كان بيتعامل بالربا، فإنه آكل الربا. فهذا في صحيح البخاري حديث عن عذاب القبور وعن عذاب أهل الكبائر في قبورهم، والعياذ بالله، تارك الصلاة، الزاني اللي كان بيطلع إشاعات على البشر ويفتري على الناس، والعياذ بالله، آكل الربا، فهذا من عذابهم. إخواني في الله، إخواني في الله، قضية نعيم وعذاب القبر، قضية نعيم وعذاب القبر، قضية فيها عشرات الأحاديث في السنة، كما في صحيح مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن ما حدش كان هيدفن حد كنت دعيت ربنا أنكم تسمعوا بودانكم ده اللي بيحصل في القبور وما يحدث تحت التراب، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر على المقابر فيقول: نسأل الله لنا ولكم العافية. ألا هو الرسول بيدعي الواحد ميت بالعافية؟ ومن قال لك أنهم أموات؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما ألقي بالمشركين في القليب: ما أنتم بأسمع لي منهم، ده هم سمعين أكتر منكم الوقتي، ده الأموات دول سمعنا أكتر من أي واحد في البشر الواتي. وكما قال في حديث أبي هريرة وأصله في البخاري: إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، الميت جوه القبر سامع خطوات رجلين الناس وهي ماشية وسايبها لوحده، ويماشي سلوده، أما كيف يسمع وكيف يعيش وكيف يحاسب وكيف يتألم وكيف ينعم؟ فهذا من علم الله سبحانه وتعالى، فهذا من علم الله. أنت ساعات يبقى اللي نايم جنبك أخوك ولا زوجتك ولا ابنك، وهو قاعد يحلم إن هو في الجنة وقاعد يشرب وقاعد يأكل ونايم، وأنت ما أنتش حاسس بحاجة،
ولا انت شايف اي حاجة. يصحى يقول لك ده انا الوقت كنت في الجنة وكنت باكل وكنت بشرب وانت مش دارب حاجة. وممكن يبقى واحد نام جنبك وقاعد يحلم انه بيتعذب وان في حد بيعذبه وانت ما انت شايف حاجة ولا حاسس بحاجة. من قال ان انت لازم كل حاجة تبقى حاسسها بعينيك او حاسسها باذنك؟ من قال هذا؟ عشان كده يا اخواني في الله يقولون عذاب القبر. فاين نعيم القبر؟ هو في نعيم في القبور يا جماعة؟ هناك نعيم في القبور يأخذ بالقلب اخذا. طب ايه انواع نعيم القبر؟ من انواع نعيم القبر اول حاجة النجاة من عذاب القبر. ده في حد ذاته نعيم. فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. محدش هيعذب ده. ملائكة العذاب تيجي تعذبه تقوم الاعمال الصالحة اللي عملها في الدنيا وتدافع عنه وتترسه وتحصنه من ان يأتيه اي ملك من ملائكة العذاب. ثم يؤتى من عن يمينه فيقول الصيام للي بيصوم الست ايام من شوال ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل. الاعمال الصالحة بتمنع عنه عذاب القبر. فهذا من انواع النعيم. من انواع نعيم القبور نعيم الحياة الاجتماعية. ايه نعيم ايه الحياة الاجتماعية؟ هو جوه التراب، هو في التراب في حياة اجتماعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي المغسلين للأموات، وهو يوصي من يغسلون أموات المسلمين يوصيهم بإحسان الغسل، فقال فإنهم يبعثون في أكفانهم، اسمع، ويتزاورون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم. في حياة اجتماعية، في نعيم، في نعيم في هذه القبور. يعني القبور مش بالمنظر اللي احنا شايفينه كده، مكان موحش مظلم، الموضوع ده بالمقاييس المادية، ولكن عند الله. ويتزاورون في اكفانهم. في من ضمن نعيم القبور نعيم الحب. نعيم الحب ازاي؟ ضمة القبر التي قال بعض العلماء ان هي، والعياذ بالله، لما يقال في حديث الصحيح نم نومة المنهوش، فسأل الناس ابا هريرة وما نومة المنهوش، فقال الذي تنهشه الحيات، اللي هو نايم قاعد يتنش، ده عذاب، ويؤمر بالارض فتطبق عليه حتى تختلف اضلاعه. دي ضمة القبر بتاعت المعذب. انما قالك التاني الارض دي امه، فهو راجع لامه فتحضنه، زي ما واحد يحضن اخوه او حبيبه او امه تحضن ابنها بعد غياب. فتخيل انسان حاسس ان الارض بتحبه، الملائكة بتفتح له باب للجنة وبتفرش له المكان من الجنة وبتؤنسه، الملائكة بتحبه. بل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح المؤمنين حينما يلحق بها يروح يزورها بها، فلهم اشد فرحا به من اهل الغائب بغائبهم. فرحانين باستقبال كل حب. المؤمنين بيحبوه والملائكة بتحبه والارض بتحبه. فهذا من نعيم الحب في القبور. من ضمن نعيم القبور درجات النعيم نفسها يا جماعة. نعيم المقابر ده درجات، كما قال الامام ابن القيم ده درجات. يعني في اول درجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. ايه يا رسول الله؟ هو مش في حديث يفسح له في قبره مد بصري؟ لا، ده درجات. في واحد القبر بتاعه بيبقى 70 ذراع في 70 ذراع بس. ويقال له في نفس الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له نم نومة العروس. نم، مش نعم، نم. انت عارف لما واحد كده يجي على شط بحر كده ويقوم جاي ما بين نخلتين ويقوم عامل سرير كده زي اللي بنشوفه كده في بعض المشاهد وينام عليه في الهواء، ينام نص ساعة ساعة كده، يصحى وهو متناعم أشد النعيم. نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. يعني يفسح له قبره 70 ذراع في 70 ذراع ونام. ده أقل درجات نعيم القبر. في درجة أعلى يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له أبشر، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له ألا تعرفني؟ أنا عملك الصالح.
انا غضك للبصر، انا قيامك لليل، انا صيامك اثنين وخميس، انا جهدك في الدعوة الى الله والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انا تضحيتك عشان ترضي ربنا، انا برك بجيرانك ووالديك وصلتك لارحامك، انا صدقتك، انا تكبيرت الاحرام، انا خشوعك في الصلاة، فوجهك الوجه يأتي بالخير. يبقى ده واحد بينعم في قبره ومعاه جليس بيؤانسه في درجة أعلى في نعيم القبور، درجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه يأتي أرواح المؤمنين، يبقى أن يلحق بالصالحين من أهل زمانه ومن إخوانه، يتنعم مع إخوانه بقى، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، فيقولون له ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، أخبر فلان إيه وأخبر فلان إيه، فيقولون اتركوه فإنه قد جاء من غم الدنيا، سيبوه يرتاح، ده لسه جاي من القرف والبلا بتاع الدنيا. فإذا قال لهم فلان قد مات ولم يأتهم قالوا ذهب إلى أمه الهاوية. لو واحد مات وما راح لهمش يقولوا يبقى ده في جهنم والعياذ بالله، بقى في داهية، ذهب إلى أمه الهاوية. الدرجة الرابعة من نعيم القبور أن ينعم الله العبد في الجنة، وهذا من الأدلة القرآنية على نعيم ما بعد الموت. قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، انه يدخل الجنة على طول، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يدخل الجنة على طول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسبح في الجنة ثم تأوي الى قناديل معلقة في ظل عرش الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد فوق بقى يا جماعة، ده مش في القبر، ولا القبر بتاعه رضا من رياض الجنة، ولا بيتفتح له باب للجنة، ولا له دعوة بالكلام ده، ده فوق، ده في الجنة، ده من قبل يوم القيامة بيتنعم في الجنة، ده من قبل يوم القيامة بيأوي الى عرش الله سبحانه وتعالى. من عظمة الاعمال الصالحة التي فعلوها، يبقى مش بيلحق بالصالحين من اهل زمانه، ده بيلحق من صالحي تاريخ البشرية، ده واحد من اوائل البشرية، ده دول اللي بيجيبوا ترتيب مش على الزمن بتاعهم، بيجيبوا ترتيب على البشرية كلها، على ترتيب البشرية كلها في الجنة. هؤلاء يلحقون بالجنة من قبل يوم القيامة، ويسكنون السماء من قبل يوم القيامة، الى ان تبعث اجسادهم يوم القيامة. من ضمن نعيم القبور يا اخواني النعيم المادي، لما يتقال افتحوا له باب للجنة، ايه ده اللي ساكن على المشاية الشقة بمليون جنيه يقولك عشان بتطل على النيل، امال الشقة اللي بتطل على الجنة دي بكام؟ وغدوا وعشيا، يعني انت متخيل وشقة مفروشة مش من دمياط، مفروشة من الجنة، وتخيل شقة انوارها انوار من الجنة، ما هياش اللمط بتاعتنا الموفرة ديت اللي بنحطها في البيوت بتاعتنا، متخيل منظر جنة فيوه، يعني واحد ساكن بيطل على الجنة. من ضمن نعيم القبور الذي يعني يجب ان نتمعن فيه نعيم التجدد. يعني ايه نعيم التجدد؟ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من احد يموت الا ويعرض عليه مقعده غدوا وعشية، ان كان من اهل الجنة تعرض عليه الجنة، وان كان من اهل النار تعرض عليه النار. يعني ايه؟ يعني كل يوم اهل الجنة بيعرض عليهم جنتهم شاشة عرض كده، شاشة، يعني كل يوم البلكونة بتاعته بتجيب مشهد جديد من الجنة، شوف ده القصر بتاعك، بالليل ده نهر الكوثر اللي انت هتسبح فيه، تاني يوم ده زوجتك اللي انت هتتزوجها، تالت يوم ده الملائكة اللي هتخدم فيك، رابع يوم انسان بيتنعم. عشان كده يقولك رب اقم الساعة، رب اقم الساعة، بيتلهف ويتشوق. فما اعظم ما في القبور من نعيم، وما اخطر ما في القبور من عذاب، وما اعظم ما يحدث تحت الارض. اخواني في الله، أقول لكم ما قاله رب العالمين لموسى، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هؤلاء القوم إن سمعنا ما يقولونه هلكنا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، فإنما يعني والعياذ بالله يريدون أن يطعنون في عقائدنا، ويريدون أن يصرفون عن مراد ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الفتن، إنه ولي ذلك والقدر.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فيعني كما قلنا يا جماعة، يعني أما يتقال على الصحابة تحرش جنسي، يعني ثم ينظر المسلمون وكأنهم لم يسمعوا، مين اللي هيجيله عين يوم القيامة يقول أنا عايز أبقى مع الصحابة في الجنة يا رب؟ معهم بإيه؟ ده أنت لو حد قال كلمة على أبوك هتقطعه، ده أنت لو حد قال كلمة على عرض والدتك هتقطعه، فما بالك وأنت تسمع هذا الكلام عن أصحاب النبي، بل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن المبشرين بالجنة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننطق نسمع هذا الكلام عن أعف البشر على وجه الأرض، عن خير من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء، عن من علموا العالم البطولة والتضحية والفداء. سيدنا حنظلة اللي ساب مراته ليلة الدخلة، اللي ساب مراته يوم الصباحية من أجل أنه سمع داعي الجهاد يوم غزوة أحد، فترك زوجته الحلال وانطلق إلى الجهاد واستشهد في ذلك اليوم، وغسلته الملائكة رضي الله عنه. هذا كان عفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عفاف أصحاب النبي كانوا يتركون الحلال لأجل الله، كانوا يتركون الحلال لأجل الله، فكيف يعتدى عليهم؟ لما نسمع الوقت يقول لك ايه القبر ده، ومين قال ان القبر ده في حياة، ومين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يا اخواني في الله، هم عايزين ايه؟ هم عارفين ان الموت عظة كبيرة اوي للناس، عشان كده ربنا اتكلم عن الموت كتير اوي في القرآن، عارفين ان الموت عظة كبيرة اوي للناس، فيريدون ان ينصرف الناس عن الدين. طب هي الناس بقى بتقبل على الدين ليه؟ عشان ربنا بيكرمهم في الدنيا لما بتعمل عمل صالح. مين اللي قال كده؟ هي اسباب، وسيبكم من الكلام ده، عشان ربنا بينزل عقوبات على العصاة في الدنيا قبل الاخره. مين اللي قال كده؟ يا عم الناس طلعوا القمر، سيبكم من الكلام ده، عشان الثواب والعقاب في الدار الاخره. مين اللي قال ان في حياه في القبور اصلا؟ ماذا يريد هؤلاء الخبثاء؟ عارفين ان الموت ده عظة ليس بعدها عظة. ذلك الرجل الذي لم يترك معصية لله الا فعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقص حاله حينما اتاه الموت. الدنيا ما كسروش الا مجيء الموت، فجمع اولاده وقال لهم اذا انا مت فاحرقوني حتى اذا نفذت النار الى عظامي ابقى بدرة، فانتظروا يوما عاصفا فذروني جزءا في البر وجزءا في البحر. ليه؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. انا كل المصايب عملتها، فربنا لو قدر علي هيعذبني عذاب رهيب، ربنا يحفظنا. فلما فعلوا ذلك امر الله البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له كن فكان، وقال ما دفعك على ما فعل؟ فقال خشيتك يا رب، او خشيتك يا رب، خشيتك يا رب، او خشيتك يا رب، خايف منك يا رب. يبقى الراجل ده اللي كسر الموت، يبقى اشد الناس عصاه اول ما بيشوف قصة سوء خاتمة حصلت قدامه، اول ما بيشوف واحد مات على معصية، واحد مات وهو على فراش الزنا، واحد مات وهو يتجرع الخمر او المخدرات، واحد مات على طاعة، واحد مات على ساجد. قلوبنا بتتزلزل مع هذه العبر التي يعظنا الله سبحانه وتعالى بها. لما بنرى هذه العبر فهو عايز يقولك لا لا لا، الموضوع ما عادش عبرة. عارفين كم في الموت من عبرة؟ اخواني في الله، مين فينا جاهز يموت؟ مين فينا جاهز لحياة القبور الرهيبة؟ عايز في القبر تسكن في السماء في الجنة الى يوم القيامة، ولا عايز تنعم في القبر مع الجليس الصالح، ولا عايز تبقى مع ارواح المؤمنين من اهل زمانك، ولا عايز تنام نومة العروس ليوم القيامة، ولا والعياذ بالله بتعمل معاصي تستوجب عذاب القبور؟ عذاب القبر مش للكفر بس، لو مسلم وعمل معاصي عذاب القبور، زي اللي بيستهتر بالطهارة، او اللي بيمشي بين الناس بالنميمة، او اكل الربا، او تارك الصلاة، او المتفاقل عن الصلاة، او الزاني المستمر على زناه، او الكذاب اللي بيفترى على اعراض الناس، كل دي من اسباب عذاب القبور. مسلم ويعملها يعذب في قبره، يبقى
يبقى إنها حياة عظيمة، وما يحدث تحت الأرض أهوال عظيمة ويجب أن نستعد ليها. لو واحد دخل على مراته فجأة قال لها يلا جهازي، يلا لمي الشنط، ليه طالعين راس البر ولا جمصة؟ قال لها طالعين السعودية. سعودية مين يا عم؟ سعودية ده امتى؟ بعد شهر ولا شهرين؟ ده الطيارة بعد 6 ساعات، يعني نلحق يا منلحقش؟ رايحين نعمل عمرة ولا ايه؟ رايحين عقد عمل 10 سنين قبل ما نرجع تاني. هتقول عليه، هتقول ده راجل مجنون، راجل مجنون وبيتكلم ده ازاي؟ فتخيلوا بقى إذا كان ده دخل على مراته كده، أمال ملك الموت لما يدخل عليك ما هوش هيقول لك يلا بعد 6 ساعات، ده هيقول لك حالا حالا، ومش هيقول لك السعودية، ده هيقول لك العالم الآخر، ومش هيقول لك هنرجع بعد 10 سنين، ده هيقول لك أنت ما أنتش راجع تاني أبدا أبدا. يبقى يجب أن نتجهز للموت في كل لحظة، ويجب أن نحقق قول الله في آخر آية نزلت من كتاب الله وهو يحذرنا من أول ليلة في القبر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إن الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه إنما يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه إنما يريدون أن يبغونها عوجا، إن الذين ينكرون نعيم القبر وعذابه إنما يريدون أن يحاربوا هذا الدين، ويريدون أن يتفكك ويتحلل الناس من أوامر هذا الدين ومن أوامر رب العالمين. فاحذروا يا إخواني في الله، احذروا. وإن من أمنني حتى أبلغ المخافة خير أم من أخافني حتى أبلغ المأمن؟ من أخافني حتى أبلغ المأمن خير. عايزين نخاف من ربنا، وعايزين نتقي ربنا، وعايزين نعمل حساب الدار الآخرة. اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم يا ربنا، اللهم يا مولانا، إن إخواننا في غزة يحاربون وإنه لا يد لنا لنصرتهم. اللهم إنه ليس لك، ليس لهم إلاك. اللهم انصرهم، اللهم عليك باليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم شرد بهم من خلفهم. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، وأعز أوليائك، وأعز أوليائك. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلة، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلة. رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر يا رب. اللهم اهد شباب هذه الأمة، اللهم انقذهم من المخدرات والخمور. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم طهر هذه الأمة من الخمور والمخدرات، اللهم طهر هذه الأمة من الزنا والخنا، اللهم طهر هذه الأمة من الرشوة والربا، اللهم طهر هذه الأمة من العلمانية، اللهم طهر هذه الأمة من كل ما لا يرضيك عنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذى أصحاب نبيك، اللهم عليك بمن افترى على سنة نبيك، اللهم انصر نبيك، اللهم انصر سنة نبيك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر دينك، رب اشف صدور قوم مؤمنين، رب اشف صدور قوم مؤمنين، رب اشف صدور قوم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.